كيم فرج النغمة ني قهلم أمس الخير في لونة زيون سنيجو إيهذ ويلتو زمامات من الفرسيف واس 26 جانفي سيوس واس 2022 أقلان أذيس المسلي في مسالة عنا أمرثنا أونتاث لمع القاف جار نتمرثنا تمرثن مصر زفر ترزف مقران نتمرثنا مس عبد المجيد تبون هرزف لخذم ترثمور ثم مصر هكو يومين على ماني سنيجون زيس محل ما يخلق الحال ويروى خلال المخاطرات المشاورات أكثيم ضبر أقران نراك القران لنتمورث مصر عبد الفتاح السيسي بحال ما نحي ملاقا أكد وخلال يمضبرن نتمورث مصر وملاقا إذا كيسي روحن أكديم ضبرن نتمورث مصر ماني أن مسلي في معلقة جانس نتمورا غير من خلافن أكبر يلس غير السياسة غير دانسا دمانيش أيلي أطور من العلاقة ثدو سمغر أنسنت وبشان مسلي إهمسة الكول أكينغ بروفيسور جمال حدار مرحبا زيها كين مساء الخير في الأول فلسيون ثاني ميرثيه جمال يعني خص غاد نبذاغ سيشت ننوبث هنا يعني أمزروي يعني إزغران ومزروي يقنن المعلقات جار تمورث النغ تمورث مصر يعني ماشي المعلقات جار نسنت تمورا ماشي يرني دسو النغ غرس سكواسن يعني يخثو إزغران أيو عطاء يعني سيغا نغديش نلم حتى قدوت النغ نوبث في مزروي المعلقات مساء الخير في الأول مساء الخير في الكل إذا لان زرن دينا يعني في القناة نتزاير ويس ربعة ما كنا يعني العلاقه جار نتزايرك مصر يعني تقديمت يعني ماشي السنين ونقولها يعني تث العلاقه جار سنت انت مورا يعني مصر دولت قرضالت يعني السكان يعني هرابين تزاير يعني دول ثانيه قرضالت بالمساحه يعني تمورا وعرابا العلاقات جار سنت الدول يعني موغنتي سيزيك الحال يعني جار الشعوب المنطقه شمال افريقيا يعني كنا نولى التاريخ القديم يعني سي الوقت نشي شناق يعني الفراعنه الدوله الفاطميه لانه يعني القاهره قرص قاهره المعز لدين الله الفاطمي لانه يعني اذا يبنى القاهره يعني المدينه الاسلاميه يعني روح نسي شمال افريقيا بنان القاهره الوقت الحديث يعني العلاقات تقرضولا يعني جار مصر كنت زاير يعني تزاير ما كنتي تو احتلت فرنسا يعني مصر عاون بزاف يعني القضيه الجزائريه عاونت يعني يعني استقطابك تحتوى يعني القياده من جبهه التحرير الوطني الطلبه المسلمين الازهر الشريف وكلش القمة القاهرة 57 58 إعلان الجمهورية الجزائرية الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية سيق القاهرة الإذاعة عن صوت العرب وخ يعني خلص مصر الوقت النية يعني العدوان الثلاثي في مصر يعني إسرائيل يعني العدوان الكيان الصهيوني فرنسا بريطانيا يعني يرين العدوان في مصر صح انه يعني الاسباب تغط قناه السويس السد يعني السد العالي يعني مصر ولكن قليل الاسباب ثانيه غير العلاقه القضيه الجزائريه الزفريس ثاني يعني انت العلاقه تقرضوا لها ثاني جار مصر الجزائر غادت الاستقلال لكن زفر الاستقلال عاونت بزاف يعني التكوين يعني الاساتذه المؤطرين الاطارات لانه يعني الاحتلال فرنسا يعني السني الجزائر يعني 132 سنه ست جهيل التفقير الشاب والاميه الى اخره يعني عاون فرنسا همرت الجزائر يعني زفر الاستقلال والجزائر ثاني هو توش الخير مصريا يعني السني موغل يعني العدوان الاسرائيلي يعني 67 الجزائر يعني روح القوى العسكريه يعني عاون مصريا والحرب 73 كيف ودائما يعني الجزائر يعني ثاني عاون وثاني هتوش الخير يعني مصريا يعني يعني سيغني ان الخير سيغ مصر الجزائر بالوقت الاحتلال فرنسا الجزائر وزقيمة العلاقات الثانية الزفر يعني الثمانينيات التسعينيات يعني العلاقات قيمة يعني تقرضوا لي قيمة تنسيق جار نسنتو تمورا يقرضوا لي سواء قل جامعة الدول العربية سواء قل العلاقات الثنائية سواء ثاني يعني المجالات المختلفة يعني وما يعني مو قل الاقتصاد يعني وخاصة السنين وين قولها يعني انتهت العلاقات تقريبا التقارب وجداني تقارب يعني العلاقات السياسية
تقارب المواقف، تقارب يعني كثير ثانية القضايا الكبرى وخاصة القضية الفلسطينية. دونك يعني لا تقرب قرضا الجار جار مصر الجزائر، وخاصة يعني أنه سنتوي مورا غير سنت يعني الوزن سنت تقرضا لتيمورا وعربنا الكل. هذا ميرث بروفيسور جمال أنكمل دائما يعني إمارو أن ذفر أرتجف نقرضا لنتمورث النغ يعني أرتمورث مصر يعني تغذي سخلال النباث يعني تزعيمين زي سنت أملاقية نقرضا نتمورث النغة كذا كذا أكثر وان تمورث مصر زي سنت زي سنت يجوا ملقا كذا نغماس ماني مسلين تان دو قرضا نتمورث مصر عبد الفتاح السيسي في المعلقات جار نسنت نتمورا لا نقيت النغة نتاث يعني أرزام أن المركز النغة مشان يدس نغة المركز الثقافي نتزاير مصر يعني الكل أمارثو سبيا نند باللي يعني المورث نتزاير سيقوس نوين قورا يعني إلاقة الرمشانيس على الأقل جر نتمورا إعرابين قرر يهشك يعني هارجف ثومة لهزم الرتاوي يتزاير تزاير يعني توسن يعني المختلف الحقاب يعني التاريخي كامل يعني أنه تنصار القضايا العادلة للوطن العربي للعالم كل إفريقيا للوطن العالم كل دونك يعني القمه القضايا العادله القضيه الفلسطينيه ولا يعني القضايا الامن الاقليمي الوحده العربيه المشاكل التحديات الدول العربيه كل لانه الوقت كاين لا يعني ماشي يعني ليش الوضع المثالي نتمورا وعربي يعني نورمالمون يلي الوضع اكثر انسجاما اكثر توافقا نتمورا وعربي الكل الجزائر دائما يعني المواقف هي سلوكا تقابل التاريخ الكل يعني تور المواقف التقريب الجار نتمورا وعرب دايور يعني المواقف الجزائر نتمورت الجزائر تلك القضيه الغزو العراق القضيه مثلا اليمن القضيه سوريا القضيه ليبيا القضيه الكل نتمورا لبنان القضيه الكل قضايا نتمورا وعرب دائما الجزائر تنادى باش اي لي توافق جار نتمورا نتمورا وعربين وثاني لازم يلي ثاني الوحده نتمورث يعني تكون كل مورث يعني مثلا نمسلي في اليمن تمسلي في اليمن الموحد مثلا نمسلي في سوريا تمسلي ثاني في سوريا الموحده سوريا يعني الاخر الشعب دونك يعني يعني الشعب السوري يعني كل الشعب السوري العراق نفس الشيء سوريا يعني تونس نفس الشيء دونك يعني كل من يعني الحوايج في يعني في الدفاع الجزائر تمتد المواقف معتدله مواقف عادله مواقف يعني تحسب انت الجزائر وانت يعني سي المواقف يعني سيتوسن يعني الجزائر انها دائما تدافع في القضايا العادله يعني يعني تحتاج يعني يعني هيمورا سواء افريقيا هيمورا وعربي باش هي الجهود الوساطه جهود يعني الجمع بين الفرقاء داير يعني يعني القمه العربيه تاس ان شاء الله يعني يعني الاولويات يعني للقضيه الفلسطينيه دونك يعني جمع الفرقاء يعني المكونات كل يعني مكونات الشعب الفلسطيني باش يعني هذا هو رسم سالتو خص ولا يعني رسف نقرر نتمر هذا يعني يعني ماني وقت اني ظن هذاك ملقى كدين غمسن باللي الى قايلي جر نتمورث تمورث مصر يعني علاقات يعني اتصمغرنا علاقات استراتيجيه يعني يعني الى قايلي ومشاور وبالخصوص قال وقته يعني قلنا انت خلال نشدات غير قرايه متى لا يزمر اي رمي ام عوان وجر نتمورث تمورث مصر غير استراتيجيه سنت نتمورها بيش تثلاز ميلي لانه اذا كان نخصن يعني انير يعني الجامعات الدول العربيه يعني بس نسير القوه لازمه لازم الاتحاد جر الاقطاب القوه يعني داخل يعني التكتل الجهوي يعني دونك يعني هلا مصر يعني تثغرس العدد السكان بزاف غرس الامكانيات ثاني كثيره نهر النيل قناه السويس الى اخره يعني غرس المقومات يعني الدول قوة عسكرية ثانية يعني لبس بها ثاني الجزائر يعني المساحة يعني أكبر دولة يعني الدول تقرضت يعني المساحة عدد السكان ثاني بزاف الإمكانيات الاقتصادية
يعني ثاني تقرضوا لا دونك يعني افريق ثاني المكان الثاني افريقيا الموقع الاستراتيجي دونك يعني سنت وانجمنت هي رنت يعني ماشي واحده سنت هي رنت الوحده يعني انجمنت حركنت يعني التكتل يعني الجامعة الدول العربيه انجمنت صيغت الدفع النفس الاكثر لجامعة الدول العربيه وثاني يعني المكانه يعني المصر يعني القضيه الفلسطينيه المكانه ثاني مصر القضيه الليبيه المكانه الجزائر ثاني يعني القضيه الفلسطينيه ديال لانه الجزائر دائما رغم انه يعني انت شويه هكوج يعني المسافه جار الجزائر هكذا الفلسطين لكن دائما يعني الشعب الفلسطيني دائما يتقابل الجزائر بلي انت يعني سيك الدول العربيين يقرضوا لها يدعمن القضيه الفلسطينيه دونك انت ينجمنا اخذ اكثر القضيه الفلسطينيه الشعب الليبي نفس الشيء يعني دائما تقابل انت بلي يعني بلي انجمت يعني سنتنت مورا اذا كنت تفقنت في القضايا العربيه انقرانين انجمت هي رنت الحث تجديد الحث يعني تزعيم الحث يعني الا ينفع اعراب سيق شبه الجزيره العربيه غير المحيط تاميرث بروفيسور جمال مازال نكمل اكيوني مفروج النغ يهم سالت ورزاف نقران تمرث النغ تمرث مصر راك نجا كاين غضفرم متى يظهر يهرز في وقت الروبورتاج وانت من دوكلت النغ نوال حلسم تسمو غلي غي وزكا يفنان غفل قدار ذل معاونة لكوذ الشاروكا غي تدون وساغن يار الزيار لكوذ تمورثن مصار وثير زانو سلوية تيهدو ذا عبد المجيد تبون غار القاهرة ذار الصيانة مغلي يكي لكوذ حقوق ذسوك شيغن الجهد النظن يوساغن نسناثن تمورا الزيار لكوذ مصار أما قرنو سلوية تيهدو ذا يلد ذي صرايان الاتحادية غادي ندي لاغم شوار لكوذ مفدل التيهتيوين دون ذي غفي فردان نمسفهم يارو سلوية عبد المجيد تبون لكوذي مسا مصري عبد الفتاح السيسي سين ظفريسي تثمليلي تن الخضمة دي جمعاني عقالن نسنث نتربع نتمورا ياكيا إسن فارن المعاونة شارو كثا ما ذي سرثي ثذم سالكو ذي الأمان إلا دؤونا ذي استلقى ذقويكي ذغسين سلوين وكذن دبليا وجدن إثوليان تبوراي قلنا غلقان تياكن ناغي إلا دؤو عطل إورسيان ومقرف استراتيجيا يرسنث نتمورا ضغاي تراجو ضد نفس أمزوارو وسقساكي أدي اللي تسقى متعليين ثم شارك لكذو نذيان ذي تولث نشوار أسرثي يرسنث نتمورا أم قرف يرد سرثيت لكذا تسمسا ذين رد يحيون ورد خلقنا مفدل يلزيال لكذا مصر ويكيا سوسنرنيا نوسفتيا لكذا زيادان القدر مفدل نتجارة أرنو غورس مفدل نتموسنيا ذي التجربة ويكي مرا ذين ريفكن الجهد النظام إذ ذمسا نسنث نتمورا يكيا السيمني اللي تسوز اللي سيك جمعاني سنث نتمورا ثمورت المصر ذل مقارنة ذوكلا نتمورا ثعرافين والزيار ذي يسر ديليا ثقشوش نتمورا ثعرافين ايدي ثدون ذغا الدوكلا نتمغلي وين ذل ريو ذي ثمسال تكيا ذا سنجح نتقشوش ذدوس دوكل نصف نتمورا ثعرافين لكو ذو سنانيا المعاونة نشاروكيا مبيرا سنت تير زيكيا ثسملال لاريو ذا تمغلي وين ذاغن ألا ذغا ذقويني شودن غار ويني ضارون ذوك مظل ذا تمورا إغدي الزين الرايفنا وحذر غفلة من تمورا ثعرفين سين ذا سفيع ذن يلا راي يتعرض نديس الشميمانيس ذي الأمور دخل نتمورا ذو كذاغن غف وزرف نويدو ذا أفلسطينيا ذو قصف الديان الدولة ينس غف ليسان 67 ثمان أخينس ذي القدس ثم غلي غدا غنور تفدي لها غالي غاد غوين يعنان اين تدير ليبيا عند سيني دي سانت وكيدن غف الحالة السارثية لكذو سدوكل نتمغلي وين يرثر واغب وكذو ذاكي السيفي ثنتي فراث ما بلا ما يسشمدو فاراني غا ايمانيس ذي يون وفريدي الدان تسناث نتمورا غي ورصي غلامان ذي السودان لكذو تمورا عن الساحل تمسل نظن التفريق ثا ثم سالت نسد النهضة وزلي سعى وسيفن النيل غار ويهدو ذا مصري يلادو مسلاي ذا شوار يرسيني سلويين انداي ولان باللي غيبو دا ديلي غنادية سو فريدن القانوني ثالو فتاكي ذا الحل اري حذرن غف المصلحة ثلاثة نتمورا مصر سودان لكو ذا اثيوبيا سلاع ذا مبلا محياف تسير زايد يوغال نس الفيضة دي يكوي دي سان وغار لحسف نودي التفاعا دغاية صورة جوغا دي ليغ ثير زاني ظن غار وشال للزير ويكي من بعد ثينو فقانو سلوية تبون إجماس عبد الفتاح السيسي دقو السان إيدي ثدون
روبورتاج انا تمدو كل تنغ نوال حلزون ما كنزرو بروفيسور جمال همسلا يعني تقريبا في مسال في النوبات في كو هجفثو نقرضا نتمور تنغ اخلان تنقضين خلال يعني الامورات التي ولان سلفايت في سنت نتمورا خصاد بدي غسيش نتنقيت مسلاي في اللاس مدو كل تنغ نوال حلزون نتاث يعني املاقا نلجنة نغار باعث يعلاين يشاركين جار نتمور تنغ تمرت مصر ليلين يعني غيرن وايدي غورن غير يعني مضبرن الوزراء الوزراء تمرت يعني املا قاينو يعني متى لازم رنا درنيل يعني قد عمل المشاورات جار نسنت تمورا العلاقات سلايلين تجار نسنت تمورا يتلي يعني غرسنة الدرجات يعني سلايل العلاقات يعني ناقصن القياده البلدين يعني تمراير انت العلاقات الاستراتيجيه جار تمراير يعني اللجنه مشتركه على مستوى القمه هنا يرن الجنت يعني ان اللجنه يعني شرك جار القيادات سنت تمورا على مستوى يعني رئاسه الوزراء يعني الوزير الاول نغن الوزير ان رئيس الحكومه نسن يعني رئيس الوزراء نسن رايح نهنا لا يدرسن نهنا لا الا يخدمن في القضايا الشركه جار نسن تمورا تنظمن ثاني يعني دوريا سواء يعني كل عماين كل ثلاث سنين اللقاءات يعني جار نسن تمورا قابلين ثاني الفرص الاستثمار الفرص الشركه جار نسن تمورا واكيد يعني جار مصر الجزائر لان الفرص تقرضوا للاستثمار بزاف يعني يهم سالتو بروفيسور جمال يعني لو كان مسلا يعني في ذمسة نتمرت من ذمسة مصر تقريبا يعني نوعا ما ملاذا سن بالرغم من انه مصر هبذا شويه يعني هذا مثلا الاقتصاد النص يبدا يعني يتالي شويه بحال شنين ثاني يعني قرايه هاين يعني الحاج الى قنا دي سيلي او كد عطاء فوس مغر المعلقات لانه اصلا مسلاي فطور فيوري نتمورثي لقى انا مسلاي عيطة فغيرو الاقتصاد الاقتصاد إيه في الاقتصاد ثاني التوافق جار في القضايا السياسيه ثاني يعني دونك يعني ماشي لازم يلي التوافق تام جار نتمورا ولكن على الاقل هي لي التوافق باش يلي يعني استقرار يعني غير يعني لازم يلي التوافق إيه لازم يلي تصالح يعني مشتركه يعني كيف جار نسنتو نتمورا يعني نظروا يعني من قبل يعني لانت الاستثمارات بزاف يعني سواء يعني الشركات يعني مصر استثمرت الجزائر سواء المحروقات سواء يعني المعادن سواء التكنولوجيا الاعلام والاتصال يعني الشركات يعني الهاتف النقال الى اخره ومم يعني الجزائر ثاني غرس الشركه الكهرباء يعني الشركه ثاني المحروقات ثاني يعني نجم استثمار العلاقات التجاريه جار نسنت تمورا ثاني يعني لان ثاني العلاقات وثاني يعني غرسنت الاهميه تقرضوا لها يعني وخاصه انه يعني التجاره العالميه كل يعني سواء يعني اوروبا افريقيا كل يعني يمضن في قناه السويس يمضن في يعني في مصر ثاني يعني الموقع مصر يعني ثاني جار الوسطى العربي يعني عرب الجزيره العربيه قد عرب افريقيا دونك غرس الاهميه تقرضت الجزائر نفس الشيء يعني غرس العلاقه يعني الامكانيات تقرضوا لها باش يعني المنطقة شمال افريقيا بواب افريقيا ثاني في يعني افريقيا ثاني ثاني يعني قرب ثانية لاوروبا دونك يعني لانت بزاف القضايا يعني انجمنتها يعني لانت يعني ادخل قنت يعني التقارب جنت مورا وزيد يعني لانت بزاف الامكانيات يعني يعني جار نسنت نتمورا يعني الجزائر اكد يعني اكد مصر يعني التنسيق يعني سواء يعني الجامعه العربيه سواء الاتحاد الافريقي سواء يعني يعني سنت تمورا المجموعه الدوليه كل باش نسقنت يعني باش حفظنت الحقوق وعربنا الحقوق تمورا الافريقيين وكثني الحقوق السكان المواطنين تمورا سنت تمورا يعني سواء مصر سواء يعني سواء الجزائر
بروفيسور جمال، يعني اهم سلايد فيش نتنقيت، يعني قال وقته قال لنا نظر باللي تقريبا لن تخلل نشدت ليش الاستراتيجيه التجديد يمر الجناس وانتهت الاستراتيجيه ومذكور التكتل، يعني قال رايه شك يعني الامن القومي نغلمنت مراغ اعرابين، يعني قال رايه هل يعني يهزم الامور ثنا سلمع القاتون نسكت اكتمور حال مصر مثلا باش غايلين تنهنينت الا 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 يرعان نهنينت الا يبدن يعني في وعذال وغيره لا من بالرغم من انه يعني امور ثنا يعني غير تجربه تقرض تقول بدي يقود من الربراب الامور ثني متى الرايش كيهم سالته. شفت زاير يعني القضاء يعني المواقف يعني تجاه اعراب يعني معتدلين يعني كثير معتدلين، وخاصه انه انتث يعني اهتمنا بزاف للقضيه الفلسطينيه، يعني الدفع في القضيه الفلسطينيه جيت القضيه رقم واحد تدخل من السياسه الخارجيه الجزائر تاع دايمورا على جال يعني على جال يعني امور فلسطين على جال حق فلسطين يعني الدولتيس العاصمه نفس القدس والنظام الاقليمي العربي، يعني الاعراب نكل يعني لازم اسقينا بلي يعني ونجمش حق الوحده نسن اذا كان وحققناش الهويه يعني ليدونتيفيكاسيون يعني قابل بلي هنين يعني ما انا ماشي عربي يسد يعني يستوطن دين دونك يعني لازم ازرن بلي يعني الكيان الصهيوني تنين تقريبا يعني عند العدو رقم واحد يعني النظام الاقليمي العربي دونك يعني لازم اي يعني احسن يعني احسن الامر وحقا ثاني يعني كل الامور الماديه غير الماديه باش ادعم القضيه فلسطين ادعم كل القضايا للشعوب وعرب لانه التحدي ذكر ضال السود دويتشا يعني بالامور مختلفه سواء التنميه سواء المجال المجالات المختلفه لانه لو كان قبل 10 سنين ونقولها تقريبا اكثر الدول يعني المستهدفه تعرابين يعني خلقنا سنه الفوضى داخل يعني ومن بعد وزرين تشفاوت زفر زفر متى صار يعني سي 2010 2011 خلقنا نتقابل كو عربن متى سني صار كثير نتمورا وعربن يعني يدفن كيج النفاق ومن بعد نجم نشزي صفون دونك يعني لازم انا حساب لي ماشي كل الاحتلال الصيغه يعني الاحتلال دي الانظار يعني الاعلام لا تسوقن بلي يعني انت فين الخلاص دونك يعني العدو الحقيقي انتاث يعني الكيان الصهيوني النظام الاقليمي العربي كل قرايه يعني المكانه انت مورث مصر يعني كدوله يعني تمورث وغير صحف في الامن القومي يعني انت مورا اعرابين يعني سون كان يسجر انت مورا اعرابين غرس الدور ده قرضال يعني العلاقات جار جار دول دول الخليج امارة الخليج غرس الدور دا قرضال القضية فلسطين غرس الدور دا قرضال ليبيا غرس الدور دا قرضال ثاني السودان اكد الدول المحيطة يعني مصر غرس الدور دا قرضال يعني امارة وعربين ثاني الجزائر ثاني غرس الدور اهنجم ثاني يعني اخذم الدور دا قرضال يعني في متى لا نيمارو ثاني سواء افريقيا سواء امارة وعربين ثاني دونك يعني سنت انت مورا حال ما كنا مزورات يعني مصر انت الدول تقرضت يعني الشرق الشرق افريقيا يعني الوسط يعني جار يعني العرب الخليج العرب العرب شبه الجزيره العربيه وتزاير ثاني غرس الاهميه تقرضت يعني شمال افريقيا يعني مسيد فيش انت مسالت يعني تغذي مسليت جار قرضان تمرث النقد وقرضان تمرث مصر عبد الفتاح السيسي انت مسالت من فلسطين ماني مسلين باللي يعني يلو ملاذاس جار نتزري نتمورث النغد تزري نتمورث مصر غير ومسرانجي جار من الفصائل نغجار فلسطينيين لانه مصر يعني تاخذ انت غرسيش المبادره نغيش يجوهيل باش غاس مران جار اسن محل ماني كمورث النغد ثاني مازال تخدم في الشيني يعني ذا يتباند باللي قرايه هل يعني يلا يجن التقارب جار نسنت انت مورانا باش ايا فنفروا هي مسالته وبالخصوص ماني مصر يعني غرس الحدود اكد 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 تموت من فلسطين اذا كان الا يج باش غرسي للمصلحه تقرض القضيه الفلسطينيه هي للاستقرار هي للانفراج هي للحق للشعب الفلسطيني تقرير الدوله
العاصمه القدس انت في مصر، لاخاطرش مصر انت تين غرس الحدود لكن فلسطين وماذا بها يعني للاستقرار. وفي مصر انت تي دفعن يعني تقريبا الثمن 67 73 يعني ويعني الحروب العدوان الاسرائيلي يعني في العدوان الكيان الصهيوني على يعني في مصر الاردن الجوار كل يعني الحرب من 73 الحرب من 67 من قبل دونك يعني غرس المصلحه حتى قرضت يعني باش هلي يعني الانفراج القضيه الفلسطينيه. السنه تبنى الجزائر يعني القضيه يعني الخطاب الرئيس الجمهوريه من قبل يعني انه الناس بلي الجزائر يعني تنستعد باش هير الاجتماع جامع كل الفصائل الفلسطينيه يعني دونك يعني تنتعاون المجهود مصر والمجهود وعرب الكل يعني اذا كان يعني دركن يعني خصنا بلي القضيه الفلسطينيه هي القضيه تم زوارت يعني السياسه الخارجيه النظام الاقليمي العربي كل دونك يعني المجهود لا قال الجزائر انه انظم اللقاء الجامع القيادات القيادات الفلسطينيه يعني دونك انت تخدم عرب وما يعني السياسه ان التوجهات ما تنترجق القمه العربيه يعني لنبرمج الجزائر انه هي القضيه الفلسطينيه تلك القضايا القضايا مزوره يعني لا يسترسن يعني الزه الرؤساء الملوك القيادات يعني الدول وعربين يعني باش احيانا القضيه فلسطين هذا الصيغ الدفع على الصيغ الاخر لانه توش يعني بلي السنين الكره يعني نزروا ما تنزروا انه يعني القوى الكبرى يعني خاصه يعني الامريكان الشنت مورا يعني الانظمه سن يعني يورن يعني تهويد القدس تهويد القدس يعني تقارن يعني السكان الاصليين يعني المقدسيين يعني سكي خومان سن هد من خامن سن بنى المستوطنات التجديدين يعني الولايات المتحده الامريكيه سي مقبل ثاني يعني نقل السفاره الناس للقدس دونك وكانه يعني تنكر القضيه الفلسطينيه على المستوى الدولي. اذا كانت تنكر الناس يعني اللجنه في القضيه الفلسطينيه دونك يعني عربا واجب اخلاقي واجب يعني الاخر انه نحن نحن لدحين القضيه الفلسطينيه دفعا في القضيه الفلسطينيه ولا القضيه السنه قريه سواء يعني اسلاميين عربيين لانه دونك يعني اذا كان قبل القدس دونك غرس الرمزيه الناس يعني الاسلاميين اسلاميين يعني اولى القبلتين غرس الرمزيه الناس ثاني عربيا لانه تمرث عرب سي القديم ان شاء الله سي مس جمال همس العيد يعني في القمه نقام لقى قال لي روح اي موك نتداوي ثعرف دوك لا نتمورا عربين على موك الجزائر قرايه يعني اسكو هزر باللي الجزائر اهزم رئات لايم اعراب وبالخصوص جار لنت يعني لنت شنت مورا جار شن الازمات المناوشات انزمر انت نعيد يعني الدور انت مورث النغ اسكو هزر باللي اي زمره ندير روبريد باش اوحد اني هزر نسن اذا كان خصن اذا كان عون الجزائر باش انت لايم اد لايم لانه الجزائر تغت يعني على مر التاريخ تغرسيش المسافه متساويه تجاه كل الفرقه سواء القضية اليمن، القضية ليبيا، القضية سوريا، القضية العراق، القضية لبنان، كل القضايا وعرب يعني تغل الجزائر يعني تعاون يعني جمع جار السكان يعني بلا لا هر المواطنين بلا لا هر ولا كيج يعني القضية الوحيدة يعني ند الاستثناء الدول العربية هو انه يعني العدوان يسد سيمورتو ماشي نجي بس دونك يعني سالا ديال سييج هذا ديال ولعدو رغز دي سي ومن بعد يحوسها شي بهدير التهديد دونك يعني دا الامر يختلف شويه ورغم ذلك الجزائر تنتصر ثاني القضايا العادله دونك يعني طالما انه ما ديورتش يعني السياسه الخارجيه نصرا السياسه الخارجيه دائما الى عدم التدخل في الشؤون الداخليه دونك يعني لا يعني الصح انه اذا كان يعني يساد يرد في له العدوان يعني راه يقيم الحق باش يهرد العدوان ولكن اذا كان يقيم دائما نتحوس يعني السياسه الخارجيه الجزائر انه احقق انها انتصر المبادئ في تبنى السياسه الخارجيه الجزائر سي الوقت اللي يستقل الجزائر امور ثانيه ثاني توسن حتى الحلول الناس يعني الاقتراحات الاقتراحات دائما يعني عدم التدخل في الشؤون الداخليه الحلول السلميه التوافق جر المكونات الشعب المختلفه الى اخره دونك يعني لو كان يغان الراي الجزائر ليبيا بس يتصارش متى بس يصار نمر لو كان يغان راين زاير يعني بالقضية اليمن
وتصارش ما تيتصار دونك يعني دائما يعني لانه نتقابلش صح انه لانت المصالح الدول ومانيش عارف الى اخره ولكن دائما لانت ضحايا الابرياء دونك يعني لازم نقابل لانه لاني ثاني دعرب دونك يعني سيك الحقيقه ثاني للاستقرار مورث اذا دائما يعني ماشي الحلول يعني المثاليه مثلا تصار انجم نخدم اكثر مصالح الشعوب العربيه بطرق اخرى طرق ديال السلم ديال الرفاه ديال الطموح اكثر المستقبل. نقيم غير القمة نقوم لقاء ندوك لقاء نتمورا إعرابين اللي يمقل بالزاير قيرن وإيدي قرن قرأيه يعني أمشان نتمور ثم مصر القمة متى ليزمر أدياوي كإضافة دل حاش اللي يتورنين دور مصر القمة على ذيها القمة العربية يعني الأمر التاريخ يعني تقريبا يعني نشأة جامعة الدول العربية يعني زفر الحرب العالمية الثانية يعني تقريبا يعني يعني اللمسه المصريه دائما تلي جامعه الدول العربيه على اساس انه الامانه العامه الدائمه يعني القاهره دونك يعني امام الدبلوماسيه الاكثريه يعني المصريين الا ان جامعه الدول العربيه المكانه مصر جار وعرب ثاني يعني تجارس الاهميه ثاني يعني جار تمورا وعرب دونك يعني اذا كان صار توافق جار الجزائر الجزائر مصر يعني رايح هي للنتيجه تزعمت القمه العربيه لان القمه العربيه ماشي يعني ماشي مش مصلحه شخصيه الجزائر دونك يعني المصلحه هو عربن اذا كان يعني هنجح رايح نجحت يعني الصوالح الكل اذا لم يشارك الصوالح في الدفع الجزائر يعني القمه دونك يعني رايح نجحن وعربن يعني اذا رايح نجحت كل الدول العربيه رايح هي لي توافق جار تمورا وعربن ان شاء الله يعني المكانه يعني 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 الجزائر هزمرها لي لانه سلاها لي الشك يعني هزمر اقرب ضنا سلسله الرؤى يعني سلسله لاريا يعني بطبيعه الحال يعني يلي امكانيه جار تموري ان شاء الله يعني يعني نظريا يعني كل المؤشرات يعني كل المؤشرات قارنت بلي الجزائر راه نجم اهر دور ممتاز يعني الجار العلاقات وعربين القمة العربية المرتقبة إن شاء الله لأنه المواقف الجزائر يعني دائما معتدلة دائما يعني الدفع في القضايا وعربين دائما يعني وقارش يعني سياسة الإقصاء من الميل لحساب طرف على حساب أطراف أخرى لأنه توش بلي يعني 10 سنين وقرا يعني تقريبا يعني ظهرت بزاف الأمور تجديدين ولا يعني الدول ملي تروح انت للجيت على حساب الجيت النظام الداخلي شت دولت يعني راح هي الانقسام داخل دولته يعني نظريتي يعني سوريا نظريتي يعني الهمور النظام يعني سواء يعني دونك سالي اللي راه يعني المصداقيه انجم ذا خاطبه يعني كل مكونات الدوله انجم ذا دور الوساطه انجم ذا يعني هذه ثقه الكل يعني سواء المعارضه سواء يعني اذا الحكم لانه المصلحه هو عرب انه يلين كل الدول العربيه كلها موحده كلها قويه اذا كان يعني ما يجت الدول العربيه يعني يجت الدول العربيه لا منهاره لا ماشي يعني في وضع مليح راح ياثر في الدول العرب ايضا يعني لانه المصلحه هو عرب انه يلين كل متوحدين ان يلين كل مليح يعني سواء الاقتصاد سواء السياسه سواء المجتمع سواء كل يعني حتى النظام العالمي مارو يعني متى يضران اهمور الجناس ولا المسيري قبل يقول الحروب برك الحروب يعني الحروب المسلحه يعني تقريبا الاكثر ينسن يعني وليش يعني افريقيا جنوب الصحراء وليش يعني وليش مور النظام هذا تقريبا هذا التريتوار العربي الشرق الاوسط دونك يعني لازم نفهم باللي يعني المستقبل انجم هنبناس الطريقه النظام انجم يعني اهبنان بلا الاقصاء بلا الاخر اي اللي يعني التوافق يعني في القضايا يقرضوا للامه العربيه القضايا الكبرى ثاني الدول كل دوله رسل القضيه قرضت فلازم ينقلب الامر صرافه في الشعب الكل. انقيم دائما يعني همسال نتمور عربين يعني سي همسال في التوغ همسلايث جار نقران تمور ثم نقران تمور ثم مصر انت همسالت ليبيا يعني سنت انت مورا الكل توكد انت باللي يلاق اي لي فر وانت مسالت ليبيا يعني فوفوسي ليبيين ويلاقش يعني امور النظام السيفي خفيس يعني قرايه شك متى لازم امور النغ تمور ثم مصر اي رنت مسالته ليبيا القضيه اللي انت متهير انت لخاطرش يعني ليبيا لحد سيك الشرق مصر
لحد سيق الغرب الجزائر. انجمنت هي انت لخطرش يعني ليبيا من قبل حتى يعني الوقت القذافي يعني تطولت شويه يعني ماشي شخص مؤسسات قويه لا شخص المجتمع العدد السكان قليل الى اخره. ومن بعد سني نهار نظام يعني ليبيا الى اخره ينقسم يعني مكونات الشعب الليبي. وبعد لو كان ينقسم غير جار الثروه الليبيه الا توافقا يعني صافي لونطو ولكن يعني دخلت اطراف اخرى سواء اقليميا سواء دوليا كل شيء غرس مصلحه الناس هي ليبيا اذا كان وماشي دخلناها من يعني المواقف الناس السياسه يعني يفندس السلاح يفندس الميليشيات يفندس يعني المسلحين وتجيني يعني الامر الحلول السياسيه يعني تجيني شويه وعر وبرمجني يا اخي الانتخابات الرئاسيه ومن بعد يوفان شويه صعوبات دونك اجلنا شويه وباش نضمن انه الانتخابات الرئاسيه هما ليبيا لازم يعني اكسل يعني الخطر رقم واحد يعني في الانتخابات نمثل الاجانب الميليشيات الاجنبيه حشنا يعني مزورت يعني قال لنا السيور في الجزائر نمثل يعني المرتزقه يعني انه يعني الحلول للقضيه ليبيا لازم هذه جري ليبيا لازم اذا يولن رفضن السلاح ننسيك الخارج افن سي ليبيا ونمثل القضيه يعني اذا كانت وافقت في السنت دي مورا قرضه لا يعني الاقليم مصر الجزائر يعني انجمن افرضنت يعني الرؤيه يعني في اذا ينتسب يعني لانت الدول يعني الدول تقرضوا يعني سواء يعني بشكل مباشر بشكل غير مباشر يعني غرسنت المرتزقه يعني ليبيا اذا كان قنعني يعني انه اسحب المرتزقه يعني ولات الحلول سهل اي ولا الحلول اكثر الميل للحلول السلميه يتوليش السلاح هو ولا السياسه يعني انتخابات رئاسيه برلمانيه يعني اي ولا حوار المنابر يعني الحجه والحجه من اللي يزمرنا يسقنا ايه وماشي الحوار الرشاشات ان البنادق دونك يعني هي اللي هم لازم الحلول باش يعني هبني الدول نهبني المؤسسات زفر انهيار الدوله يعني ليبيا لازم تبني التوافق جار المكونات الشعب الليبي كله وتبني جسد الاقصاء وتبني جسد الانقصاء لانه يعني لو كان قيمنا همو يعني اذا ندعم يعني الطرفين ثلاث اطراف يعني ليبيا خصنا انه ليبيا هبضه اذا كان هبضه وخدم الشعب الليبي وخدمش يعني دول الجوار دونك يعني المصلحه دول الجوار المصلحه وعرب كل انه ليبيا قيم موحده قيم يعني بيس الاستقرار لانه الاستقرار ليبيا راح ياثر في الاستقرار دول الجوار يعني يمسلتو في ذي تعول هذا السقسي يعني امورت مصر امورت الجزائر يعني نهني انت انت مراغي مزوره قال لا نشدت ليبيا يعني افلاس انت يعني افلاس نتاثر نهني انت اي لان يعني ما يكنقر انظر ثنت سمه اي لان ليبيا فوا من الى لانه توش يعني لان الحدود دي قرضولا جار الجزائر ليبيا حدود ثاني الصحار يعني دونك يعني اذا كان يعني لا يعني قيم يعني قيم التدهور الامني يعني الحدود جار ليبيا يعني راح قيمه المخاطر ثاني دائما انه لازم كونترولي اذا دار في السلاح اذا دار يعني دائما ديس المشاكل تحدي يستقرضوا لك أيوة. يعني ومصر نفس الشيء مصر نفس الشيء يعني غرس الحدود ثاني الاخرى دونك يعني كل ما يلي الاختراق يعني التدهور الامني يهمر يعني ماشي المصلحه انه اهجر الوضع ما كاين لا لانه صح انجمن يعني قل وضعوا انجمن داس اطراف اخرى يعني ماشي ماشي ديال ليبيا الكل استغل الوضع قيلا عندما نستهدف الامن دول الجوار اذا قال المصلحه دول الجوار وخاصه الدول الكبرى يعني اللي مورا قرضوا يعني مصر الجزائر انه يلي الاستقرار ليبيا الى الاستقرار ليبيا اي للاستقرار الدوله الليبيه كامل مؤسسات الدوله الليبيه ادعم ليبيا باش عاود هبنا يخفيس الاقتصاد السياسه العسكر الى اخره يعني باش هبنا مقومه الدوله سي جديد لانه سلا يستقر ليبيا سلا استقر ليبيا انجمن يعني اثر في الاستقرار لتونس اكد الجزائر اكد مصر يعني ماشي امام تونس يعني غرس الحدود الثانيه يعني ولا الاستقرار غير نتامسا يعني احيانا يتلي غرس التاثير تقريبا يعني سي 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 اسراغ شدت سوريا شدت ليبيا شدت العراق يعني الاسواق البترول الاسواق البترول والذي اخلى لي عويقا الاسواق يعني اذا تغرس انت المكان غرس انت مكان اهدام يعني انت مور الجناس ولا انت
مرنت شا اثرنت ويولا يعني الاقتصاد هذا مسا هذا مسنسن يعني سيورنتي ذا النظام وكل يجي يتحوس في المصلحه الناس يعني قال رايشك فرون تمثالت ليبيا متى لازم رادياوي يعني هي المنطقه ككل مزوره ومتى رادياوي مصر تساعد يعني الاستقرار يعني الاستقرار اذا يعني كان يموق الاستقرار ليبيا رايح اولا رايح ولا ليبيا ماشي يعني ماشي دوله حرب ولا مستقطبه الاستثمارات لانه يعني باسم الجهود قرضها باش اعاده البناء دونك يعني الاستثمارات يقرضوا لها رايح لي يعني الامن تونس هكذا مصر هكذا الجزائر يعني بزاف مليح يعني وراح يلي النظام الاقليمي سواء العربي سواء الافريقي اللي احسن لانه الضرر من ميلاد دياس هذا دياس سلاه لي مكشوف يعني في النيراب يعني سلاه لي اهل الوضعيه كله نجمدش يعني نجمدش هذا فعل في خفيه يعني هو اهل في وضعيه خط حل ما كلا نيمار وحل ما كلا ليبيا بس لو كان يعني مثلا خلق ناسق من دول تنسن اتسق من يعني سدعم بطبيعه الحال يعني كل الاعراب يعني انجمن اي للتحسين اكثر تحسين اكثر ماشي ليبيا فقط ولكن كل دول المنطقه كل هلا ايش انت مسالت ثاني وما يقيمش الوقت عطى يعني ليش انت مسالت يعني توقن سلامان تمرت مصر وانتث يعني الازمه نسد النهضه اقلان يعني ذي ثلاث اطراف سومشانسن السودان اثيوبيا مصر يعني قرايه جزيره زمره اللي اهور دورني من الوسيط باش فروا يعني نتوافق نغوم لذا جرس بالذات تورر لانه يعني وزير الخارجيه من قبل يعني يروح ماشي غير يعني الزيارات يعني اكثر يعني اثيوبيا يعني رئيس سنه زياراتنا اكثر السودان نفس الشيء مصر نفس الشيء يعني بذان يعني التقريب وجهه النظر جار تموران ثلاثه يعني غرسنت يعني المورد نسن النيل يعني باش يعني اي اللي يحفظ المصالح نتمرا وسط ثلاثين يعني دونك يعني لازم يلي المنطلقات ممكن اي اللي انت الاختلاف جار نتمرا وسط ثلاثين ولكن يعني الدبلوماسيه الحوار الى اخره ممكن يوضن النتيجه يعني ممكن حق المنافع اي شعوب نتمرا ثلاثين وكل شيء ممكن يعني الجزائر يعني بذاك الخطوه يوم وانت سي زيك الجزائر يعني معروفه يعني معروفه انه سي الدبلوماسيه الاطارات وزاره الشؤون الخارجيه اطار الدبلوماسيه يعني كفؤه يعني بالحوارات الى اخره انجمن يعني ايضا اقناع القيادات يعني الدول 30 انه هي للاتفاق بالموضوع ونسد النهضه بحيث انه احفظ الحقوق مصر الحقوق السودان اكد الحقوق الاثيوبيا لانه انتوش يعني بالامان يعني عنصر حيوي ولا عنصر حيوي يعني التنميه الاخر وعنصر التنافس اكد الصراع جر نتمورا دونك يعني باش تو جر الصراع انجمي للتعاون في يعني استغلال موارد نهر النيل خاصه نسالي للمورد حل نهر النيل لانه انت عند النهر قرضال يعني يعني قل رايه بروفيسور جمال ليش انت مسالت النظام هنا سوريا يعني القمه يعرب يعني ايدي تاسن يعني يمرث النغ يعني سيمورا الى نساونت باش يعني اعاودت المكانه نتمرث سوريا شوف لازم نفهم الحكايه يعني نشنينا كن الدول مثلا الدوله يعني الدوله السوريه ديس كل مكونات الدوله السوريه زائد القياده السوريه دونك يعني تمثليش الاختلافات فمن يعني غير يعني المبرر دونك يعني اذا كان سوريا تامورت هو عرب يعني تامورت تاع عرب يعني غرس الحق باش غرس ليا والق جماعه الدول العربيه دونك يعني حل اليمن حل ليبيا حل كل مراوره حل فلسطين دونك مادام هنا تي مراوعه تي عربين لازم يلي توافق جر القيادات هي الممثل السني لجامعه الدول العربيه لانه ما تيتصارن كل يعني ان شاء الله يعني ايا في الحليس يعني المستقبل ان شاء الله يعني لانه ماشي المصلحه تنسن يعني انه يقيم
يقيم يعني الانقسام الداخلي، يقيم الاقتتال الداخلي، لانه المستهدفين الخاص الاكثر من الشعب السوري قد تقابل يعني المعاناه تنسن، سواء يعني داخل تمرت سوريا المخيمات يعني تقابل ثاني موجات الهجره ثاني اوروبا يعني شمال اوروبا يعني من تمتن يعني سميت هذاك الدول فل يعني شويه يعني حشت بزاف يعني ماشي تزعمت يعني تو ممكن انه اي للوضع اي للوضع خرسي قوامو نستراهم ان شاء الله يعني في الرو نتمسالو علاش نتمسالتنا خص افلاس المسلسل ثاني بروفيسور جمال هذوك راه تفريق يعني الاتحاد الافريقي يعني الجزائر ثاني غرس امكانيس مصر يعني ثاني غرس امكانيس متى لازم راهير هذوك لايو يعني باش انصر نغا عاد نغا تفروا يهمسالو شداتو الى نهم راه عربين والله يعني لازم يل التوافق لازم يل يعني الايقاع المتجانس جار الاتحاد الافريقي وجمع الدول العربيه لان الدول تقرض ولا ان بزاف دول شمال افريقيا كل غرسنت الانتماء الافريقي قد الانتماء العربي وثاني يعني القضايا نسند كل القضايا كيف كيف الكل هنا الدول ماشي تيمرفين الكل مستهدفين ثاني سي الغرب سواء اوروبا سواء الامريكان سواء دول النظام لازم احسن يعني بلي الخصوصيه يو احسن بلي لازم يلي الانسجام اكثر جرنت مورايو باش اقضان في المشاكل اللي لان جرستن باش احسن يعني ثاني باش ما كيرنا دفعا في القضايا الشعوب نسن والتحديات تقرضوا لها سواء في مورا افريقيين سواء هم راهو عربين ولازم نحصى ثاني بلي المصلحه يعني المصلحه المشتركه انت لدى الجميع سواء كافريقيين سواء كعرب قرايه بروفيسور جمال الزفر الزفر وملاقايو يعني جارنا قرضان تمورث النغ قرضان تمورث مصر يعني اي لين تسير زاه يعني استثمارات النغ النغ استخدم يدري من يعني مصريين يمورث النغ والعكس ثاني يعني ايكوباني الجزائر اللي يستثمر النغ استخدم يدري من سن يمورث مصر انجبنا يلين دونك يعني الاراده السياسيه صح انت ثلاي بذل ولكن دائما الاتحادات التقارب جرنت مرادي بالنات الاقتصادي لازم يلي يعني التفاهم اكثر انسجام تقارب اكثر جار الرؤساء يعني اصحاب الاموال يعني الناس حبيبي يعني دريم يعني سواء الجزائر سواء مصر باش يلين استكشاف يعني الفرص الاستثمار المتبادل لانت بزاف يعني الاستثمار فرص الاستثمار انجمنا صرنتي مصر نجيك الجزائر ثاني لانت يعني المشاريع مثلا يعني حقا مقبل يعني الـ يعني الـ يعني يعني مثلا غرن البنيه سواء البناء سواء يعني التكنولوجيا الاعلام يعني التليفونات سواء يعني الهيدروكربير يعني المحروقات سواء يعني الفلاحه لانه تشي يعني بالمصر انجم يعني اطور خفيس الفلاح نشني نفس الشيء الجميل اللي تبادل ثاني يعني جار سنت مورايو وانتوش ثاني بلي مصر 80 مليون نسمه لا اكثر يعني تقريبا قريب 100 مليون انجمن يعني اي لي سوق استثماري سوق استثماري يعني سوق تجاري يعني اذا كان يعني نشني ننتج الشلحيت يعني نحن نفس الشيء يعني غرسنا الصوالح مثلا غرسنا بزاف الانشطه كد الحرف كد الصناعات من اي ليغ الجزائر هلا ايش تنقيت مس جمال اقرنا لنتمورث النغ يؤكد باللي اي عاود يرزم المركز الثقافي نغ مكان يجلس مورث مصر سيم لقا كتروا نتمورث الا اي مصر يعني قرايه الدور من المراكز الدور من الطلبه نغ الى ماذن نسنت نتمورا الا اسم نتمورا مورا متى يرنين متى لازم رنين يعني قسم غير المعلقه المركز الثقافي انت تقريبا هو انت حل سفاره على المستوى الثقافي غير رسمي يعني دونك يعني تسوق الخصوصيه للبلد نتمورث يعني سواء كل لغه سواء يعني التراث المادي غير المادي الى اخره وثاني يعني يلي الشكل من اشكال الالتقاء جات سنت نتمورا السلايين لانه يعني رايح يخلق يعني نخبه مشتركه يعني التسويق يعني الخصوصيه الفرص على مستوى همورث يعني مصر
يعني ممكن قد يخلق الانضمام، يعني الالتقاء جار، يعني النخب تمورا سنت تمورا قال المنبر والمركز الثقافي الجزائري القاهرة، انه يعني رايح اولا الخدمات نساء، يعني انت الصيغه يعني للمواطنين الجزائريين الجاليه الى مصر، وفي نفس الوقت المصريين الى خصن يعني الاستطلاع يعني الثقافه الجانب نطور، يعني الطلبه لا ديس كلش انت بتسيق الصوالح نطوري الثقافه، يعني المفهوم الاوسع كل مفهوم، لانه المركز الثقافي ماشي غير الخدمات نساء، ماشي غير غوري جمعية غوري صح، جمعية ديسيلي المناسبات يعني الدورية، يعني المعارض، يعني غرس الأنشطة بزاف يعني مختلفة. يبقى الهدف إن طبيعة يعني النشاط ثقافي جار العلاقات الثقافية جات من سنة مورين. بروفيسور جمال نوضر سنقورات أنت دولت النغ صغى أذناتيني ذا وليك أنقار والله ولي ونقر، يعني ان شاء الله يعني مروع رابي، يعني ان شاء الله تنزر يعني اكثر يعني التوافق اكثر قوه زفر القمه العربيه للجزائر، ان شاء الله يعني انجح الدوره يعني القمه العربيه يعني الي موغن الجزائر التوفيق جرو عرب الكل، لانه اذا كان نوفق جرو عرب يعني يقيم النجاح نتاعنا من كل دول العربية، يعني الكل ساهمت بالنجاح، لانه الهدف واحد، الهدف هو تنميه الشعوب العربيه. ان شاء الله نزار 2022 خير في عرب دولة. السلام ان شاء الله. ثاني ميرث بروفيسور جمال هامو امدوك لنا نوضرت نقورات انت دولت النغ اسمك تي غبرك باللي اقرضان تمورت النغ يستغل عرضت يقرضان تمورت مصر عبد الفتاح السيسي باش غادي يرزف كيان ودي كورن رث مورت النغ سمات على دولان سنفايت في سنت نتمورا هذا من مفتي تعاد ملقاي نغم قيمة الهدف.